صراخ مؤلم لا يتوقف لطفل تجرى له عملية جراحية من دون تخدير لإخراج شظية كاتيوشا أطلقت على منزلهم ومنازل أخرى متعمدا من قبل ميليشيات التمرد الحوثية والمخلوع صالح في المنصورة بعدن. القصف العشوائي أدى لسقوط قتلى وجرحى غالبيتهم من الأطفال حيث بلغ عددهم العشرات، بعضهم أصيب بإعاقة دائمة بسبب بتر بعض الأطراف. استهداف الكهرباء وقطعها عن عدن دأب المتمردون على تعمد تعطيلها في منطقة ساحلية بلغت درجة الحرارة فيها إلى 45 درجة مئوية، ما شكل مأساة أخرى يعاني منها السكان الذين توفي بعضهم وخصوصا كبار السن ومن يعانون من أزمات صحية مزمنة. ولادي أنا عندي سكر. انتشار الأمراض الوبائية والحميات ومنها حمى الضنك شكلت هي الأخرى رعبا كبيرا لدى أبناء عدن الذين ينتظرون الموت ببطء. توفي منهم المئات وأصيب الآلاف بهذا الوباء القاتل الذي بدأ ينتشر سريعا في غياب وانعدام الأدوية والمضادات الحيوية، وكذا خروج أغلب المستشفيات الحكومية عن الجاهزية مع وقوف المنظمات الصحية العالمية متفرجة دون تحريك ساكن. أكثر من 150 حالة وفاة بمديريات محافظة عدن وخاصة في مديرية صيرة اللي هي كريتر، أكثر من 5000 حالة أيضا حميات تم استقبالها سواء كان في المستشفيات الحكومية أو المستشفيات الخاصة. قصف ودمار وتشريد ونزوح عبر البحر إلى دول القارة الأفريقية جعل من مدينة عدن قصة مؤلمة كتب فصولها ميليشيات التمرد الحوثية والمخلوع صالح. عادل اليافعي، العربية.